معايا على التليفون سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير مساء الخير. أهلا، مساء الخير، ازيك يا أستاذ عمرو؟ أهلا بحضرتك، بقالي مدة ما اتكلمتش معاك. يا فندم ده ليا الشرف، أنت وحشتنا برضه. إن شاء الله نجي لك قريب. أهلا وسهلا، اتشرف يا فندم دايما. إن شاء الله. سيادة السفير، كلمنا عن أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر بالذات. هو طبعا أنت عارف إنه ديفوس ديت ملتقى سنوي بيبقى موجود فيه كل يعني رجال السياسة والاقتصاد في العالم، يعني يقبلوا مناظرات وورش عمل من أجل وضع تصور للمستقبل أو النظام العالمي سواء كان سياسي أو اقتصادي. وبالتالي عندما تكون مصر الجديدة موجودة على مستوى رئاسي، أنا بعتقد أن ده شيء جيد جدا. أنت رايح تقدم نفسك للمجتمع السياسي والاقتصادي اللي هو نخبة العالم تقريبا، بتقدم لهم بلدنا، بتقدم لهم مصر الجديدة. الرئيس بيضع وجهات نظره واستراتيجيته القادمة أمام هذه النخبة. أعتقد أنه كمان زي ما سيادتك قلت في المقدمة، هو ترويج في المكان الصحيح للمؤتمر الاقتصادي في مارس القادم في شرم الشيخ. هو ده المكان اللي يعني اللي تقدر منه تقول ان انت وصلت الى صانع القرار سواء في الاقتصاد او في السياسه. وبالتالي التواجد ده اعتقد انه هيخدم بشكل اصيل اعمال المؤتمر القادم في مصر، وده كان تقريبا على جدول اعمال الرئيس في كل الجولات اللي قام بيها الفترة الماضية سواء في الدول الخليجية أو في الدول الأوروبية. وده طبعا يعني شيء مهم جدا، لأن الرئيس مهتم بأن الفترة القادمة تكون التنمية الاقتصادية هي الأساس وهي يعني التحدي الأكبر بالنسبة لهذه الدولة. ويمكن سعادة السفير يعني دي فرصة للقاء الرئيس مع رؤساء حكومات، مع وزراء، مع رؤساء ومديري شركات عالمية كبرى اقتصادية. طبعا هو في دايما اطار للقاءات الثنائيه، ده هيبقى اعتقد هيبقى يعني معظمه هيبقى شكل سياسي، لكن لا تتوقع طبعا ان يكون في مثلا عقد صفقات اقتصاديه او خلافه في تلك الزيارات او في مثل هذا المحفل، لان الامور ما بتتاخدش طبعا هي ديت. لكن على الاقل بيبقى في تعارف وفي وجهات نظر بتتبادل، وفي احتياجات معينه مصر هتقدمها لبعض الشركات اللي هتكون ممثله هناك. ولكن طبعا اللقاءات الثنائيه هتكون مهمه، وهننتظر ونشوف يعني ايه اللي هيجرى باذن الله. افهم من كلامك سعادة السفير انه كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي امام دافوس هتركز بشكل اساسي على الترويج للمؤتمر الاقتصادي الدولي في شرم الشيخ. انا اعتقد ان هيكون في تركيز كبير وايضاح لمناخ الاستثمار الجديد اللي مصر بتسعى الى ارسائه. وطبعا هو في شويه مشاكل وشويه عقبات حتى الان، ما نقدرش نقول ان احنا وصلنا الى حد يعني الكمال في هذا الموضوع، لكن انا اتوقع ان الرئيس هيضع امام الحاضرين الشكل الاستثماري اللي هو بيرغبه وشكل التعامل الحكومي مع الشركات المستثمره في مصر وكيف ستكون المستقبل في هذا الصدد يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق، وفي انتظارك في الحياه اليوم، تشرفنا وتنورنا بكل تاكيد، شكرا جزيلا.